فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: قبل شهرين دخلت مقبرة المعلاه بمكة وشاهدت القبور مبنية بالطوب من الداخل، يوضع الميت ثم يغطى بالإذخر ولا يدفن بالتراب، ثم يغطى القبر بغطاء مصنوع من الخرسانة ليسهل فتحه، فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم، هذا في الأمصار الكبيرة واللي ما فيها أراضي للقبور يفعلون هذا، هذه الجبانة لا بأس بهذا عند الحاجة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.